نعم يعني سيبقى السؤال المطروح: لماذا لم يعتقل نظام العائدين؟ هذا النظام قائم على الجريمة والقتل، فلذلك ليس غريبا أن يعتقل العائدين إلى سوريا. وهذا دليل، ايه نعم نعم، تفضل. لا، وهذا دليل على كل، يعني، من يقول أنه في إمكانية أن يعني يجري حل لهذه الملفات المتعددة، ومنها ملف المعتقلين بوجود النظام. فتبين أن هذا النظام بوجوده لا حل لمسألة المعتقلين، لا حل لمسألة اللاجئين، لا حل لأي مسألة. وكانها رسالة اليوم لا تعود الآن بمسألة اللاجئين السوريين، أي تأثير لهذه التقارير على اليوم الدول التي تحاول الدول المستضيفة للاجئين السوريين؟ نحن لا نتحدث فقط عن لبنان وعن تركيا والأردن، يعني الدول الجوار، لا، نحن نتحدث اليوم على مستوى الأوروبي، لأنه في دول أوروبية اليوم تتحرك نحو حلحلة هذا الملف مع الحكومة السورية، وكان في لقاءات مع الحكومة السورية غير علنية بخصوص هذه المسألة. هذه التقارير هل تضغط نحو عدم يعني عودة العلاقات الأوروبية مع دمشق لحل هذه المسألة برأيك؟ هلا العلاقات الأوروبية، قد تعود العلاقات لكن بشكل أولي، ليست علاقات كاملة كما كانت في السابق. لكن الخوف من عودة اللاجئين أو طرد اللاجئين من أوروبا، ترحيل اللاجئين من أوروبا، يعني مسألة بعيدة جدا، لكن الخوف من اللاجئين في دول الجوار طيب ألا تشكل هذه التقارير اليوم في أوروبا، قانونيا هناك تدقيق، شكل هناك في عتبات 32 عتبة تقريبا للأمم المتحدة، هناك في قانون أوروبي، إذا في معوقات كثيرة لقدرة الحكومات الأوروبية على إرجاع اللاجئين إلى بلادهم، لأن سوريا إلى الآن هي منطقة غير آمنة. لكن الخوف من يعني الدول التي يتواجد فيها، دول الجوار التي يتواجد فيها اللاجئين، ويتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية في ذلك، لأن هذا النظام لا عهد له، ولا يمكن أن يكون أي لاجئ يعود يكون آمنا، لأنه يعني ليس هناك معايير، ليس هناك قانون، ليس هناك أضابير يحتكم بها إلى القضاء، قضايا على العائدين إذا كانوا مخالفين للقانون، مرتكبين أي جرم. يعني الاعتقال يجري لأنه يريد النظام أن يعتقل هذا الشخص أو ذاك، وكل الاعتقالات تجري على أساس سياسي وليس على أساس قانوني، يعني على أساس الموقف من النظام فقط. طيب يعني في هذا الإطار، إطار هذه التقارير التي تتحدث عن استمرار عمليات الاعتقال في ظل محاولات حثيثة اليوم، دعنا نتحدث من الدول العربية، لمحاولة ضم دمشق إلى محيطها والرغبة بحصول خطوة من قبل دمشق بخصوص أي ملف، إن كان اللاجئين، المعتقلين، المخدرات وما إلى ذلك. بمسألة المعتقلين اليوم، عندما يتم استمرار اعتقال الناس وحتى اللاجئين السوريين، ألا تؤثر هذه التقارير على الخطوات السياسية نحو دمشق برأيك سيد بسام؟ يعني نعم تؤثر، لكن يبدو أن المحيط العربي، باعتبار أنه الملف السوري الآن هو ليس على الطاولة الدولية، على طاولة الأمم المتحدة، على طاولة الدول المتدخلة في الحالة السورية أو في الوضع السوري، فلذلك أنا بتصور أنه الدول هي يعني تشيح بأعينها وتصم أذانها تجاه كل ما يجري. هي بتعرف أنه هذا النظام لا يمكن أن يكون أمينا على اللاجئين ولا على المعتقلين. يعني لحد هلا في 2024 هناك موت تحت التعذيب في سوريا، أكثر من حادث، عشرات الحوادث هي موت تحت التعذيب. إذا النظام يستمر في قتل الناس تحت التعذيب. النظام، وكما أشرتم بتقريركم، النظام أيضا يعني يعتقل من يعود إلى سوريا، وبالآلاف وبالآلاف، من يعني خلال فترة أشهر اعتقل بالآلاف كل الناس الذين أتوا إلى سوريا وصدقوا، قد يكونوا مضطرين، يعني لأنه من الأوضاع
يعني والمضايقات في دول الجوار، في ناس يعني احيانا بتجي مش مآيسه، يعني في لبنان، بتركيا. تكون بيتساوى الموت والحياه عندها. لكن يعني انا بتصور انه هذا النظام كشف على حقيقته وسقطت كل اوراقه، ولا يمكن يعني هذا اللاجئين اللي بالمخيمات، بالمخيمات اللي بعيد عن بيته وأرضه وسكنه 2 كيلو و3 كيلو متر في الشمال السوري، فهو بخيمة وما بيعود، يعني ما عادوا. يعني إذا ملاحظ أنه 3 أو 4 مخيمات اللي هن ضمن سوريا في الشمال السوري، لن يعود أحد إلى منزله، لأنه هذا النظام غير مؤتمن ولا يمكن أن يجري حل أي ملف، وخاصة ملف اللاجئين بوجود هذا النظام. حتى يعني ما يحدث وهذه التقارير وكأنها رسائل تحذيرية، يعني والحديث عن تسويات ممكن قادمة بين كل الأطراف السورية، ما الضمانات بعدم حصول حالات اعتقال أو عودة هذه الظاهرة بشكل متزايد في سوريا؟ النقطة الأخيرة، حضرتك يعني متابع لهذا الملف ويعني تعمل على ملف المعتقلين، إلى أين وصل هذا الملف؟ يعني هل ما زال هناك في زخم خارج المشهد الإعلامي؟ يعني في عمل على هذا الملف، أو أنه في تباطؤ، وهو واضح أنه هذا التباطؤ واضح لأنه الإعلام قليل ما يتحدث عن المعتقلين السوريين؟ نعم سيدتي، هذا الملف نستطيع أن نقول أنه موقوف. هذا الملف لم يجري فيه أي تقدم خلال كل السنوات الماضية، فلذلك من يراهن على أن هذا الملف يمكن أن يحصل فيه تقدم ضمن الأوضاع السائدة، ضمن الخريطة الآن، خريطة الصراع الآن، فهو واهم. ويعني ما يجري هو مسألة إعلامية فقط، ولن يعني لكنها لن تحرك ضمير الدول ولن تعيد الملف السوري إلى الطاولة. يعني ألا يكفي ملف قيصر؟ ألا يكفي المذابح والمجازر الجماعية، جورة اليرموك، الشاهد زهد، قتل الناس وهن أحياء، حرق الناس؟ إذا المسألة، هذا النظام يرتكب يعني يرتكب أبشع الجرائم فيما استطاع أن يرتكبها، وهذا النظام لن يتغير ولن يتغير قيد من 2011 لهلق، في سلوكياته وفي ممارساته وفي إجرامه وفي توحشه. حتى رأس النظام يعني يوم بالمقابلة اللي من عدة أشهر، يوم قال لو عادت الأمور إلى يعني مبتداها في الأول سأستخدم نفس السياسة وأمارس نفس الممارسات. إذا هذا نظام عصابة وليس نظام قائم على أي معيارية، فلذلك لا يمكن إلا أن يعني لا يمكن إلا أن يكون فعلا هو طبيعته وبنيته أن يكون مجرما ويكون عدو للشعب، ولا يمكن أن يحل أبدا لأنه نظام مغلق. طيب سيد بسام، يعني التعليمات السورية الأخيرة من قبل الأجهزة الأمنية، يعني مسؤولين عالين المستوى يتحدثون بالسوريين، يعني ما بيستحضرني بس الشخص، ولكن يعني أعطوا أوامر بإيقاف عمليات التعذيب في السجون. يعني هذا النظام كاذب، يعني هذا النظام غير صادق. يعني نظام، يعني ماذا يمكن ان ننتظر؟ طيب بال 2022 طلع جرم التعذيب ايضا، هناك اتفاقيه، يعني هو موقع على اتفاقيه مناهضه التعذيب واصدر مرسوم واصبح قانون بتجريم التعذيب بال 22، وهو عم يقتل تحت التعذيب. فهذا النظام الكلام عنده بلاش، يعني لا يرتبط بموقف واقعي حقيقي على الأرض، يكذب. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من فيينا، سيد بسام العيسمي، محامي وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي والضمير في سوريا، شكرا جزيلا لك.